أعلن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بابا غانا أحمد عن استعداد المنظمة التام لدعم السودان في مجالات الثروة الحيوانية كافة، خاصة التحصين الوراثي ومكافحة الأمراض العابرة للحدود. جاء ذلك خلال لقائه وزير الثروة الحيوانية والسمكية علم الدين عبد الله. وأشار بابا غانا إلى مجهودات الفاو في مكافحة مرض المكترات الصغيرة. من جانبه أشاد علم الدين بدور مجهودات منظمة الفاو في الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية بالسودان. أكد والي الشمالية محمد الحسن الساعوري حرص الدولة على استمرار مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بالولايات الشمالية، مع تأكيد حرصها واهتمامها بحقوق المواطنين، معددا إمكانيات واستثمارات الشيخ الراجحي الناجحة على مستوى السودان والوطن العربي وأفريقيا. وأضاف أن مشروع الراجحي بالشمالية أسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة الاستثمار والاقتصاد وخدمة قضايا المواطنين. جاء ذلك لدى لقائه وفدا من أهالي منطقة الغابة بمحلية الدبة. وقال الساعوري إن حكومة الولاية حريصة على معالجة المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين وإعطاء كل مواطن حقه وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم العمل الاستثماري، وذلك من أجل تحقيق المصالح العامة التي تساعد على إحداث النهضة والتطور المنشود. أكدت المديرة العامة لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيسة غرفة إنجاح الموسم الزراعي بولاية الجضارف نفيسة نوح أن الولاية أكملت استعدادها لافتتاح أسواق المحاصيل ببورصة الجضارف، كما أكدت أن حصاد محصول السمسم اكتمل بنسبة عالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح الأسواق في القريب العاجل، خاصة وأن السمسم يلعب دورا مهما في اقتصاد البلاد.